رح توعدنا شيف؟ ما في وعد. ما في وعد؟ لا ما ابدا. انا وياك سحبت السفره خلص، سحبنا السفره. لا يا زلمه يا عمي، بس تذكرك انه نحن بنتفق نهار الاحد على جون. لا لا ما بنتفق على بعض. انا جون بعد اللي عم يعملوه فيك، عم يعملوه فيك هبه، اشرف، كلهم، رولا، عم تحرضهم كلهم. انا من الاحد الجاي انت بعدنا فايتين اصلي يعني. لحظه لحظه، بعدنا فايتين الصبح وانت عم تقول خي. الحمد لله جون مريحنا من صوته هيك. فيك تحلفي؟ انا ما بحب احلف اصلا. الحلفين بشع بالحياه. ماشي. على كل حال رح نرجع لك. نحن وين بدنا نروح يعني؟ وانت بالنهايه شيف عظيم مهم. نحن اهل العالم، عاش تعطيني هالكومبليمون. واخر شيء في ضدي انت، في بين ايديك جواهر. انت اخر ربع ساعه ما حتجي لهون. لا جايه. لا ما فيي ما اجي. ماشي. كرمالك لازم اجي. خلينا نعمل جوله قبل ما نرجع ننتقل لعندك شيف مع السينما وغدا. Good hands on this one. We won't let you down. ضمن أفلام الأسبوع فيلم الأكشن War Dogs عن القصة الحقيقية لشابين ربحوا 300 مليون دولار من عقد عملوه مع البنتاغون لتسليح حلفاء أمريكا بأفغانستان مع مايلز تيلر وجون هيل. Don't worry, I have to go first. I'm American. Come on, Max, I gotta go. وفيلم الأنيميشن The Secret Life of Pets 3D بنسختين أصلية وفرنسية عن الحياة الهادية اللي عم بيعيشها ماكس وقت اللي صاحبه بيجيب ديوك وهو شريد وبيكرهه ماكس مباشرة، بأصوات نجوم كتار مثل لوي سي كي، كيفن هارت وغيرهم. والفيلم الكوميدي Absolutely Fabulous The Movie عن سيدتين بيجذبوا انتباه الشرطة والإعلام من بعد ما يوقعوا بطريق الخطأ كيت موس بنهر التيمز وبيروحوا يتخبوا بجنوب فرنسا مع نجمات من الجيل القديم والجيل الجديد مثل جينيفر ساندرز، غوندولين كريستي وكيت موس بأدوارهم الحقيقية وظهور لجوان كولينز. You must find him. You must kill him. الفيلم الدرامي Remember بمساعدة ناجي من الإبادة اليهودية ورسالة بخط الإيد بيبدأ رجل عنده خرف البحث عن الشخص المسؤول عن مقتل عائلته مع النجمين الحائزين على جائزتي أوسكار كريستوفر بلومر ومارتن لاندو. والفيلم الكوميدي سكيب تريس عن محقق من هونغ كونغ بيجتمع مع مقامر أمريكي لمحاربة مجرم صيني معروف مع جاكي شان وجوني نوكسفيل. واحد صرنا على الهوى. ننتقل هلأ عند الشيف عبد الله الكبير العريق الفنان المبدع العظيم المزوق. قال قول اشرف قول شيء. لا ولا شيء. ما بدك تقول شيء. اشرف حصته محفوظه. حصته محفوظه هيك ما بده يقول كده. خلص خيي بنروح عند الشيف عبد الله ورشه ملح. شو بده يطلع منه بيطلع اليوم. وصلنا لختام عالمنا الصباحي على النق. بعد شوي حيحترق الحليب ان شاء الله. لا طيب شو عندنا بالطنجره؟ حطينا من الحليب، من السكر، حطينا من المسكي مع الحليب والسكر، خلطناهم على النار وعلى جنب، هنخفف النار شوي، وعلى جنب ذوبنا النشا بالمي البارده مع المزهر او مع الموارد. حتشوفوا عندي الخليط بلش يشد. اكيد نحن بدنا نوصل لدرجه غليان، يعني لتغلي عندي الهيطليه. بدي ضلني احركها لا تغلي عنا. بهالوقت شو هنعمل؟ هنزيحها شوي على النار لانه ما فينا نضلنا نحرك ونجي نشتغل هون. هنجي ناخذ 4 بيضات عنا معهم كوب من السكر. لكن 4 بيض، كوب من السكر، برش ليموني، بيكنج باودر وفانيلا. بهالطريقة شو حنجي نعمل؟ حنجي
نضربهم على المكنة. أكيد الوصفات عم يبرموا قدامكم على الشاشة، واللي ما بيلحق الوصفة في شوفها على يوتيوب عالم الصباح، وفي شوفها على بيج شاف عبدالله خضر على الفيسبوك. حطينا بيض، سكر، فانيلا، بيكنج باودر، وأكيد مع برش الليمون. بهالوقت نرجع على النار، حتشوفوا قدامكم كيف الهيطلية شدت عندي بهالطريقة. شو حكون أنا محضر؟ هلأ هيدي الهيطلية حنسكبها بجاط إذا بدكم مصفلح لنقدر تبرد معنا ونزينها. حنجيب هذا الجاط الستانلس اللي عنا حتى تبرد عنا بسرعة. إذا بتشوفوا على الكاميرا كيف بلشت تفقع عندي وتعمل مثل جيوب هوائية، هيدا الشيء بدل إنه بلش تنشف السوائل اللي بقلبها وبلش النشا يعطي النتيجة. نرجع منشيل عن الغاز ونجي منضيف 3 أرباع كوب من الزيت، وحنضيف معه اللبن. لكن الكيك اللي عنا نحن جهزناه، دوبنا له من الكريمة مع الشوكولا، وصار جاهز مع قطع الليمون اللي برشناهن لهون. كمان نحرك لفترة 5 دقائق وبنرجع على الهيطلية بنكمل حرك. مثل ما انا دائما بقول لكم استعملوا الستانلس لاشياء اللي فيها حليب مع الحرك المستمر حتى ما تلطع عندكم. الهيطلية اللي عندنا حنزينها باللوز اللي قليناه باول وقفه لقلنا، مع الفستق المجروش، مع العسل، مع الموز. هلا اجى دور نضيف الطحين اللي عنا. في شيء عم بيصير وراي بس ما عم بقدر ركز، خليني ارجع اروح شوف. نعم كيفك؟ مش حدا بدنا؟ لا اجت تبان. اوكي ما تواخذونا يعني. طيب بس شاف؟ نعم. انا ما راح ابدا اقطعك، ابدا ابدا طالعه فيل يعني، ولا ابدا اقطعك بغير يعني معقول اقطعك اذا ما، بس شاف حرام. وين الحرام؟ حق يعني بيصير بيدبل. بيدبل، ما بتقعد بتحس بطعمته مزبوط. برايي منجيب صحن انه بالنهايه انتم ما شفتوه، بس بليز في احكي المشاهدين عمول معروف بليز، بناخذ بس نص دقيقه من وقتكم. انتم شفتوه؟ شفتوا ما شفتوا؟ شفتوا البريزنتاسيون رائعة، البريزنتاسيون مفيدة مبهرة رائعة يعني بتاخذ الأنفاس. فإذا شفتوا لك شو حلو، ليمون بتحطوا كمان الكيس اللي بحب يحط هيك شوكولا زيادة. هلا بناخذ سكينة مدام، مدام تفضلي هيك تفضلي. مدام بناخذ سكينة بس علمهم كيف بتقص ونسكب، لأنه في فن السكب. عندك بدك تكملي هون وبتكملي هون، أنا بدي مضطر. لا يا شيف، لا بنعرفك اكثر من هيك. إيه ما مش انا مصره، هني لازم يشوفوا كيف تطلع القطعه بالنص. طيب شوفوا الفن القص. تفضل تفضل انت، لانه هلا اذا ما اكلنا هلا ما بنهضم للغدا، حرام. سنة مع الغدا غدا بقى. يعني طيب حنشيل شويه ليمون. مزبوط. اوكي شوف كيف نجيب لك ملعقه مدام راقبه، لانه مهم كثير هيدي المرحله. اوكي ونحط للشوكولا نرجع. نعم كفوف. ضاع الشيف بس هو مركز. لا انا ما ضعت، بس انه انا ما عامل حسابي. نحن معك، نحن معك كرمالك شيف، كرمالك. طيب نعم مدام هيك من تركزي. بتعرفوا هيدي السكينه قد ايه بتقص؟ ليكو شفتوا ما احلاها القطعه؟ شفتوا ما احلاها القطعه؟ شو؟ حالك ولا هو شايف ما معك وقت بدك تطبخ. وقعت الصوص. هيدي من عين اشرف. انبسطتي؟ طب يا شايف معقول تحط شوكولا بقلب الملعقه؟ ملعقه بقلب الشوكولا. تفضلي وخلص.
شيلها شيلها هلا بتوقع اكثر وحياتك حتوقع. حطيها خلص هيك نجي مرد بنرجع الشوكولا حطيها هون اذا بدك بقلبها. حطها يعني هون. اوكي اوكي يلا تفضل. ها رد الهيدا هيدا هو العصير. خربتها خربتها. يعطيك الف عافيه يا شيف. اوكي تفضلوا جمهورنا نحن بنرجع بنشوفكم بعد شو. انا برجع بشوفكم بعد شوي. طيب يلا هلا بعد ما كبينا الشوكولا نعم على الطاوله صحيح ورولا حتغادرنا حتغادرنا نرجع نشتغل بمحبه طبعا. شو صرنا حاطين بالمكنه هون؟ حطينا 3 أكواب من الطحين، حطينا كوب من اللبن، 3/4 كوب من الزيت، ملعقه بيكنج باودر، ملعقه فانيلا، برش الحامض، واكيد 4 بيضات. هيدا الكيك اللي عندي حنتركه يرتاح بعد شوي بعد عنا المي، لكن المي اخر شيء بنحطها قبل ما نضيف الفواكه. حنرجع نعيد الريسيبي على السريع. كوب ونص من المي، 3 أكواب من الطحين، كوب من اللبن، برش ليموني او حامضه اذا بدكم، فانيلا، بيكنج باودر، 4 بيضات و 3/4 كوب من الزيت. هيدا خليط الكيك اللي عندي حنجي نضيف له او قبل ما نضيف له الفواكه المجففه بنجرب دائما الجوانب لانه بتكون نشفت على الحرك، نجي بنخلطها بقلب بعضها لترجع تكمش عنا، واذا في شيء مرقد بالكعب كمان بيقدر ينخلط معنا. لكن كمل خلط الكيك اللي عنا منشوف الهيطالية بدنا نعطيها بعد فترة 5 دقايق على النار بهيدي الطريقة. حنطفي ونجي ناخد الهيطالية نبرم الكاميرا اذا بدكم نبرم الطنجرة ومنجي منجيب السباتول او المشحاف لنمسد او لنمد الهيطالية قبل ما تنشف عنا، لانه مثل ما قلنا الستانلس بيساعدها انها تبرد لنقدر نرجع نزينها. بهذه الطريقة اكيد انتم فيكم تسكبوا كاسات، فيكم تسكبوا جوت، وفيكم تعملوا مثل ما حنعمل نحن هلا بعد شوي بالهيطالية اللي عملناها وحطيناها بالبراد. هيدا الجات اللي عنا صار جاهز. نجي بناخد شوي من الكليناكس. اول شي نمسح الجات اللي عنا. نمسح الشوكولا اللي وقع. يعني شو بدي اقولكن؟ لو بنتي لانا معي بقلب المطبخ ما بتوقع الشوكولا. بس يلا شو بدنا نعمل؟ كله لانه جون منه معنا، عم يدعي علينا شكله جون. نجي منشيل البيدال او الكف اللي عم نخلط فيه ومنفك الخليط اللي عنا، كذلك امر المكنة ما بقى بدنا اياه. شفتوا كيف بس يكون عندكم مكنة تقدروا خلال 10 دقايق تعملوا من الكيك؟ اكيد نحنا الشغل اليدوي كمان قبل ما كان في مكانات كان ينعمل كله على الشغل اليدوي، بس تاخد شوية وقت زيادة بس كمان بنحصل على نتيجة رائعة. هاي طاولتنا نظيفة. نجي هيدا الكيك اللي عنا حتشوفوه على الكاميرا كيف ما بقى بقلبه من التكتلات، وبرش الليمون اللي بقلبه بيعطيه ريحة
مع الفانيلا. شو حنيجي نعمل؟ هناخد حاطين بالصينية اللي عنا شوية زيت، حنيجي نفرك الصينية أو الصينية اللي بدنا نخبز فيها، صينية الخبز فيها تكون الشكل اللي بدكم إياه، لكن نفركها بشوية من الزيت وبتصير عنا جاهزة لتستقبل الكيك. نجي للهيطلية اللي هون حنزينها أنا وإنتو، حناخد من الفستق بهالطريقة بعد الفستق مثل ما قلت لكم فيكم زينه بالموز، فيكم تزينه بالمربى، طبيعة الحال من اللوز المحمص أو المقلى. نجي نرجع ناخد هيك بهالطريقة، نرجع نبرم الجاط كمان بهيدي الطريقة. ناخد هلا من اللوز، شفتوا كيف تقدروا انتو تعطوه قيمة للطبق حتى لو كان نشا وحليب، مع انه كتير طيب، تقدروا تعطوه قيمة بالقلوبات والمكسرات اللي بتحطوها بقلبه. واكيد هنرجع نضيف، او لقلكن خلونا بالاول نقطع موزة ونضيفها على القالب او عجات اللي عنا. هيك لكان قدرنا نعمل الهيطلية. الكيك عندي صار جاهز لنسكبه ويفوت على الفرن، بس اول شيء قبل ما نشتغل بالهيطلية اللي بالبراد عم نحط الموز على الهيطلية اللي عملناها سوا، بعد ناخد حبة موز هذه الطريقة. شوفوا كيف قدرنا نعطي طعمة. حكمل وضع الموز، منروح بريك ومنشوف رولا إذا حترجع لعنا ونكمل عالمنا الصباحي. بريك وبرجع بشوفكم. نكون عالم الصباح وبنختم كمان باخر فقره ورشه ملح. اهلا وسهلا. هاي الحدود هادي بس؟ بس اوكي. طيب شو صرنا عاملين لكان؟ الكيك حنرجع نحكي عنه، الهيطلية اللي سكبناها حنيجي ناخد كمان عسل من العسل، بنحط لها قطر؟ لا كمان؟ ايه بنحط لها قطر. نعم حط لها قلوبات مع قشرة. قلوبات مع قشرة. هلا هلطشة كثير حلوة وكثير طيبة كانت القلوبات. كثير طيبة؟ تعقد. اوكي. لكن هذا الفيوجن مطبخ جديد. بهذه الطريقة هذا جات الهيطلية عندنا. حنرجع نحكي شوي بسرعة عن الكيك. حطينا من الحليب أو حطينا من اللبن إذا بدكم كوب، 3 أكواب من الطحين، كوب من الزيت، 3/4 كوب من الزيت، ملعقة كبيرة من الفانيلا، ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، نعم، برش الليمون، واربع بيضات. وهول بيطلع هون في كم حبة شو حاطين هون؟ حطينا كرز، راسبيري، لا برافو فريش، زبيب مجفف. شو مجفف فريش. يعني نضيف جديد منه مش خلصة من الددو. كيوي ولايم. حنجي نضيفهم بهالطريقة
نجي نفضي الخليط اللي عنا بالصينية. بالصينية وهيك بيكون صار جاهز الكيك عنا ليفوت على الفرن. قديه بده وقت بالفرن؟ بده نص ساعة درجة حرارة 160 وبلا معلمية. بنعمل هيك، عرفتوا كيف مدام مسيو؟ ليه بنعمل هيك؟ بتعرفي ليه بنعمل هيك؟ نعمل هيك نحن. طب ايه؟ نحن عملنا هيك. تفضل قول لهم ليش؟ لأنه لنظهر الهواء. هواء منا. عيني عليك. فهلا ظهروا. شفتوا كيف؟ صبوا الساعة اللي فاتوا الهواء أصلاً. إيه 100%. احنا هالطريقة. هزة. هيك. صار جاهز عنا الكيك اللي أنا عملته. مزبوط. اللي انا اصلا عطيته الريسيت اكيد. بس تذكروا باول حلقه قلنا عنا من الحليب الفريز اللي مسقع هلا بالبراد، ليش سقعنا حليب الفريز؟ نعم. ليش يا رولا؟ ليش سقعنا حليب الفريز؟ لحتى لانه نحن بحاجه لحليب الفريز يكون مسقع، عشان هيك سقعني. بحاجه لشو؟ للحليب يكون مسقع. ايه مزبوط. عشان هيك سقعني. اوكي. لا لانه نحن بحاجه انه نحطه فوق. لا ليكون حتشوفوا هذا مي. ايه ايه معنا قصدا لنورجيكم الطريقه الثانيه لتقديم الهيطليه، حتى ما حدا يقلنا عملناها بطريقه ونحن بنعملها بطريقه ثانيه. فينا نحن هذه الطريقه مثل ما قلنا. حنرجع ناخذ شوي فستق من الفستق هيك. نعم. وشوي من اللوز. من اللوز هيدي انا الطريقه اللي اعطيته اياها 100%. كمان بنحط من العسل هي كمان بحبهم انا هول الانجريديانات، عشان هيك قلت له خلينا نزيدهم. هيدا جات تاني او طريقه تانية لنقدم طبق. اما هلا شو بدنا نعمل يا ست رولا؟ هلا هيدا نحن كان عندنا جاتين بيركس زاز حطينا فيهم الهيطاليه، واحد حطينا بقلبه مي مسقعه وبتشوفوا كيف الوجه مثل ما بيقولوا كرنش او مشان يدخل بهم كل مشان لما نجي نحن نقص الهيطليه بهالطريقه. حلو. ما تلزق عنا. ايه واو. بس ما بتدخل فيها؟ لا 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 لا. هلا حتشوفي كيف. فيني أوكي. اخذ كف بس بعد امري. تفضل. من هون مش منك يعني. نعم. اوكي. اوكي. اذا عندنا منبوزة الايس كريم على فانيلا او على فريز كمان فينا نقدم مع لهذا الهيطلية. للهيطلية. هيطلية مش قريبة من الهمهلبية وهو؟ كله من العائلة اللي كله لية. اللي لية؟ اللي بتشبه اللية، بتعرفي اللية شو هي؟ الدهنة، دهنة الخروف. نعم. حنجي صفي هيدي المي. بس اكيد ما بتاثر على الطعمه ولا بتدخل فيهم ولا بيروح. انت من الاشخاص اللي ما بيامنوا الا لشو؟ ليدوقوا 100%. اكيد. ما انا ما بقدر اتاكد. طيب نجي ناخذ هذا المكعب. مكعب؟ طب لتدوقي. طيب بركي ما هو انا ما قلت شيء. انت أكيد. انت نيتك سيئه. حط معه حليب. من الحليب؟ لا ما ضروري بقى خلص. طيب كثير كترنا اليوم خليط. ميرسي. هلا بنحب ندوق نحن الخلطه اللي انا قلت له عنها وشوف كيف طلعت معه. يعني اخر نهار طلعت انت غطيتي محل جون وغطيتي هون مندوق. يا نجي نشيل هالمكعبات اللي عنا. ما طالع صوتك. بهيدي الطريقة شو ستقولها؟ بتبورد هيك بتسقع هيك؟ عن جد؟ ايه بالإذن. تحب تزيدي بعد قطعة؟ حنزيد بعد الهواء. مشاهدينا هن القطع اللي عم حط اليوم كثير صغار. مزبوط مزبوط. بتفكروا انا كثير باكل. وين بيروحوا يعني؟ نرجع كثير صغار. ناخذ هيك بنقدر نرغب أكلة تقليدية نرغب فيها الأولاد
حتى والكبار. الكبار اكيد. حتى الحليب فيكون على شوكولا، فيكون منكه، ومثل ما قلت اذا عندكم بوزه، بس طالما الحليب حليب مسقع والحلو اللي عندي مسقع كمان بيعطينا هيك طعمه طيبه. برافو برافو. اوكي نجحت معنا شيف. نجحت؟ شفتي لما قلت لك حاعمل الجلو عملت لك الجلو، مذكره من جمعه لما قلت لي انا بس جلو متطور. متطور برافو. يا كم كف بالنهار شريتيون انت؟ لا اعرف بس لا اعرف فيز هيدا شو عم بيروح ويست منا كثير. طيب ماشي ما فينا كثير ماشي بامريك ويست وانتو بتقرير هلا بال ماشي. نحط موز. نحط موز مشاهدينا كمان اللي علمتني الطريقه رولا، ما قلت انه انت علمتني. بحب انه انت ما بتنكر. ايه انا فضل فضل اكيد ما بينكر الفضل ابدا انه انا عم علمه كل هال برافو ماشي لك مستقبل شاب الايام جايه بس ايه ماشي. نرجع ناخذ من الحليب اللي عندنا نسكب اون شايف هذا الجاتو ما بدك تحطه بالفرن؟ بنلحق يستوي؟ اه لا بيستوي بعد الحلقه صفشين هيك اه اوكي اذا بدك انا بطعم بطمن انا بعيرك الصينيه لا 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 تخبزيها بالبيت وبتجيب لنا اياها لا ابدا ترجع. عندي جاتويات ليوم الجاتويات بالبيت اوكي لنجيب جار او صحن انا بطبخ جاتو كثير طيب فكره وحيد الله مش عم بمزح اذا مش مصدقين انا مش بس باكل انا بطبخ سألوا أصحابي شو صار حديث؟ لا بحكي معهم أوكي عشوكولا عجوز عالوز طيب عكل شيء بهذه الطريقة سألوا ماما هذه خليها عندك هون بنجي بناخد من الفستق بنرجع وهيك بنكون عملنا الهيطلية بطريقتين، الطريقة التقليدية وطريقة شوي تلبق بالشوب اللي نحن عم نقطع فيه وبنقدر نرغب الاولاد، لعبنا على الالوان، لعبنا على الطعمة مع النكهات ودخلنا الفواكه مع الحليب، هيك بيكون طبق حلويات متكامل واكيد اخر شيء الف صحتين حنضيف العسل العسل هي وحدة كثير طيبة نكون حقانيين يعني زيد عسل عم بيقولوا لي زيد عسل بعد وهي كل العسلات وهيك بنكون عملنا كيك الفواكه اللي علمتنا اياه رولا وعملنا الهيطليه بطريقتين كمان علمتني اياهم رولا شو بدك تعلميني الاسبوع الجاي؟ خلص برايي بالزياده ما في اعطيك سر المهنه كل يومين بدي اياك تبتكر هلا انت كون يعني تو امبروفايز شفتي واحد بس يوصل مرحلة عاد عاد على الجرح شوفكم جمعة جاي شكرا لك شيف يعطيك ألف عافية أكيد يعني إله شيف طبعا مستقبل رائع بما أنه بيحفظ دايما الروسيتات نحن ما نتشكر حضوركم اليوم معنا قصدي متابعتكم معنا وبكرة عالم صباح جديد أكيد بنشوفكم بكرة أنا بشوفكم نهار الثلاثة باي باي افراد الحبابة ودكي دكي دكي يا ربابة دكي افراد الحبابة بعد ما راحوا وغابوا ورطوا بقلب العذابة اه دكي 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 دكي